مشاهدينا، أكدت دراسة جديدة أن التسوق هو أكثر الأنشطة التي تعرض الأشخاص للإصابة بفيروس كورونا، تليه ممارسة الرياضة خارج المنزل. فبحسب صحيفة ديلي ميل، فقد فحصت الدراسة التي أجرتها المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ، هي التابعة أيضا للحكومة البريطانية، فحصت الأنشطة اليومية لأكثر من 10,000 شخص في إنجلترا وويلز بين سبتمبر ونوفمبر من العام 2021، هذا لتحليل الأنشطة الأكثر خطرا فيما يتعلق بالإصابة بعدوى كورونا. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يذهبون للمتاجر ولو لمرة واحدة في الأسبوع هم أكثر عرضة للإصابة بكورونا بأكثر من الضعف من أولئك الذين يحصلون على مشترياتهم عبر الإنترنت. وأعقبت ذلك ممارسة الرياضة في الخارج، حيث إن الأشخاص الذين يقومون بذلك هم أكثر عرضة 1.36 للإصابة بالفيروس. أضافت الدراسة أن احتمالية إصابة الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام بشكل متكرر كانت أعلى بنحو 1.3 من غيرهم، أي 1.3 تقريبا. وقد كان مستخدمو الحافلات أكثر عرضة لتلقي العدوى بمقدار 1.3 أيضا، يليهم مستخدمو سيارات الأجرة بمرة 1.19، وأخيرا مستخدمو القطار برقم قريب أو الترام أيضا بمرة 1.18. ومن ضمن الأنشطة الأخرى عالية الخطورة وفقا للدراسة، تناول الطعام في الداخل في مطعم أو مقهى، والنزول إلى مقر العمل والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. وأكد فريق الدراسة أنهم لم يجدوا أي مخاطر متزايدة بالنسبة لأولئك الذين يحضرون المسرح أو السينما أو حفلة موسيقية أو حدث رياضي، أو مثلا يذهبون إلى صالون الحلاقة أو مصفف الشعر ويتناولون الطعام في الهواء الطلق في مطعم أو مقهى.